ودي مشاركة تانية لي في محاولة أخرى. بيعاين المضمار هنا الفارس عنده الحق انه يستهلك ال 45 ثانية الممنوحين لي قبل بداية القفز. بيتجه للحاجز رقم واحد ثم الحاجز رقم اثنين. الحاجز ثلاثة والحاجز الرابع بدون أخطاء وتركيز ومنافسة على أحد المراكز الأولى. تمنياتنا لي بالتوفيق. هنا 4004 بدون أخطاء والأربع خطوات القصيرين وثمانية. هل هيحطم 65 ثانية 35؟ بنشوف مع حضراتكم. حاجز 10 ثلاث خطوات 11 وباقي حاجزين. وهنا بينافس او بيصارع على انتزاع المركز الاول. الحاجز المدرج نشر الف 12 بدون اخطاء ولكن وينهي بدون اخطاء و67 ثانيه 67 من 100 صالحه للمركز الثالث. لم يستطع الاقتراب من الفارس الالماني ديفيد ويل. 67 ثانية 67 من 100 وبدون أخطاء تؤهله للمركز الثالث المؤقت. هنا أزاح الفارس خالد العيد للمركز الرابع وهو بقى في المركز الثالث حتى الآن. ومنافسة حقيقية قوية وجميلة وممتعة أيضا. بيمتعونا بالأداء الفني الراقي.